ورجعنا تاني في بيت أميرة، ومعانا دايما بجيب لكم بفاجئكم بحاجات الهاند ميد والشغل الجميل بتاع الهاند ميد. النهارده بقى معانا ناس متميزة وحريفة كده زي ما بيقولوا. معانا الأستاذة سمر سعيد، مصممة صواني خطوبة وأفراح وطابلوهات زي ما احنا شايفين يا جماعة، وهنشوف تمام. ومعانا النهارده كمان الأستاذة شيماء، مصممة هاند ميد واسمها ايه بقى؟ ومكرميات، لان انا ما اعرفش ان هي مكرميات. وهنشوف مع بعض بقى دلوقتي الحاجات الحلوه والتفاصيل الحلوه، بس لما يعرفونا بنفسهم طبعا. الاستاذه سمر نورتينا، اهلا بيك. نور، عايزين نعرف المشاهدين عليك وازاي بدات الشغل وازاي عرفتي ان انت موهوبه فعلا. انا اسمي سمر سعيد، خريجه كليه تجاره جامعه المنصوره. تمام. الحقيقه انا من يوم ما اتخرجت ما اشتغلتش، كنت متفرغه تماما يعني لبناتي الاثنين وبيتي وكده، ربنا بس يخليك. اللمسه الفنيه او الحس الفني كان موجود يعني على مدار الحياه. فلما بناتي كبروا شويه بقى في وقت فراغ ان انا اقدر اعمل فيه الحاجه اللي بحبها وابتدي. انتي صغننه على فكره والله، انتوا الاثنين صغننين. بتحسسوني ليه؟ خدعه بقى. لا 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 والله. بدات بقى البيجي بتاعي والجروب وكده، القطع الخشبيه اللي هي الطابلوهات والصواني الخطوبه والديكوباج، الصور على جذوع الاخشاب. عشان تشوفوا بس الهديه يا جماعه، اتكلمي انت براحتك وهم يشوفوا الهديه، يعني بجد تسلمي ايدك. تسلمي يا حبيبتي. يعني جايبه لي ده وده والصورة على جزء خشب الصورة. يعني بجد تسلمي لي، ربنا يخليك يا رب، كل ذوق يعني ربنا يخليك يا رب. فابتديت في الموضوع بقى، وواحدة في واحدة الحمد لله بقى ليا دلوقتي شغل بعمله. عايزين نعرف صفحتك برضك، الصفحة بتاعتك هاوس، صفحة ارت هاوس. ارت هاوس، تمام. استاذة شيماء منورانا، حساكي قلقانه كده؟ لا لا خالص. ايوه انا مستنيها بس تخلص. ايوه عايزين نتعرف عليكي بقى وعلى الشغل بتاعك. يعني انا مهندسه معماريه، يعني تمام. انا اشتغلت فتره طويله يعني ليا 17 سنه. الشغل يعني المكرميه انا كنت بتعلمه زمان قوي، بس كنت بعرف مثلا يعني ده شغل يدوي، شغل يدوي بالحبال. عقد دي ستاره، شفتوا النظام؟ عايزاكم تجيبوها يعني عقد بالحبال. بتتعيد بالايد، مش بابر زي ما انت كنتي فاكره لما كنتي بتساليني قبل. ما انا بحسب لا، هي مش زي الكروشيه، زي الكروشيه ولا الكلام ده، لا دي عقد بتتعمل بالايد بحبال. الحاجات دي كنا بنتعلمها زمان قوي، يعني كنت عامله منها شنطه صغننه كده، حاجات كده، بس كنت عارفه عقده او يعني حاجه او حاجات صغيره. ما كنتش اعرف ان ممكن نعمل بيها الشغل المنتله او المعلقات اللي في الحيطه او الحاجات اللي هي الكبيره دي. بعد عايزين كده برضك نجيبها للشاشه. بعد كده ابتديت يعني ابتديت من فتره اشوف بقى الحاجات دي ابتدت تنزل، ان ده يعني شغل المكرميه ده اصلا حاجه قديمه قوي، تراث تراثيه يعني. ابتدت تشتغل فيها، بتدخل في التصميم الداخلي، لان يعني بتعمل بيها قطع، يعني قطع داخليه في التصميم زي المراجيح دي اشهر حاجه، الحاجات المعلقه زي رفوف للمكتبات صغننه، حاجات كده. عايزه برضك نعرف الناس على الصفحه بتاعتك. هي اسمها مكرمه تراديشنال ارت، تمام. الصفحه اسمها بالانجلش. اوكي. وهتلاقي فيها يعني صفحه عليها حاجات كتير. تمام. الصفحه اللي شهرها في الفتره الاخيره ان انا ابتديت اعمل الوان الخياميه اللي هي يعني المكرميه المصري اللي هي الابيض دي. هي الابيض دي. في الوانات تانية يا جماعه اهي، ده مفرش، ده نظام المكرميه اللي هي الشغل زي الخياميه دي، التصميم خياميه يعني الوان الخياميه. الوان دي جميله. دي يعني دي اللي خلت الصفحه شويه يعني تاخد رانك عالي في المشاهده. دي اللي حضرتك كلمتيني لما سالتيني عليها في اول الحلقه، انت حتى كنت فاكراها انها حاجه بالتريكو او حاجه كده. فعلا. بس هي دي عقد كلها بالحبال يعني. يعني حاولت بس اطلع الصفحه يعني بحاجه جديده، لان كل الشغل بتاعي كان كله الشغل المكرميه ده كان اصحابي او ناس المعارف اللي بياخدوا مني. حاولت اعمل حاجه جديده عشان اطلع بيها الصفحه، اللي هي بقى ايه، ان انا احنا معانا فيديوهات برضك. الاستاذه سمر برضك هتتعرض، الطابلوهات والحاجات ديت بتتعرض دلوقتي، تمام. عايزه بقى من الاستاذه سمر، يعني بتطلب منك ايه اكتر حاجه؟ هو الى التانيه بس.
سواء الطابلوهات او صواني الخطوط او كده، الاثنين زي بعض تقريبا، بس الخطوبه ممكن تكون في اوقات غالبا في اجازات المدارس والجامعات، يعني ما يكون في اجازات يعني، مش في طول، مش في اي وقت، لكن الطابلوهات على طول. ايه الحاجات اللي بتميز شغلك فعلا يعني، اللي انت حاسه ان انت متميزه فيه؟ بصي، هو كل فنان هاند ميد عنده سيجنتشر خاصه بيه. لو شفتي شغله لازم تعرفي انه هي من عنده، يعني ان القطعه دي من عنده. عشها بسعاده يعني، اللي هيشوف القطعه من عندي هيعرف انها من ارت هاوس يعني. جميله، شوفوا اهو الوانها تحفه، الوانها تحفه، الوانتها جميله. يعني انت بتصممي الحاجه قبل ما تعمليها، ولا ساعه ما بتعمليها وخلاص زي ما بتطلع كده بيقولوا؟ هي بتبقى فكره وخيال، وبعدين اطلعها بقى على الارض الواقع. وانا بشتغل فيها ممكن ابدا ابتكر حاجه جديده، بحيث اغير يعني، ممكن كمان الفكره يتغير فيها لغايه ما اشوفها، يعني لازم اشوفها قدامي في صوره جميله جدا يعني تقنعني. الأستاذة شيماء برضك الفيديو بتاعك معروض دلوقتي، يعني عايزاكي تعرفي لي دي الحاجات اللي كنت بعملها في الاول الصغيره دي، اللي هي دي زي سلسله كده، او دي الدريم كاتشر. دي حاجات اللي كانت بتطلب قوي، الناس كانت بتاخدها، وبعدين ابتديت اتعلم بقى اللي هي الحاجات الثانيه اللي هي الكبيره اللي زي اللي اتعرض دي. طب هو فعلا في حاجه، في موضه بتتعرض، ولا انت ممكن تعملي موضه لنفسك؟ يعني هو اللي انا عملته لنفسي الشغل اللي بالالوان، اللي هو الحاجات الخياميه دي. اللي انا عملتها لنفسي دي، اللي انا طلعت بيها على الصفحه بتاعتي، يعني اللي هي علت حتى نسبه المشاهدات. تمام. يعني وهي دي اللي اتباعت، يعني الناس عجبتهم اكتر يعني. طب عايزين برضك نعرف من الاستاذ سمر، ايه الصعوبات اللي واجهتك من حيث شغلك؟ هو في الاول طبعا يعني في التدريب شفت كتير على بيسترش على اليوتيوب وعلى بنترست، اتفرجت على حاجات كتير عشان اجرب مره واثنين وثلاثه، وجبت خامات ابوظ لغايه ما استقريت وبدات اعمل فعلا واجيد الحاجه كويس. وبعدها بدات اعمل، فتحت البيج يعني، ما فتحتش الا بعد ما يعني عملت فعلا تجارب، استقريتي فعلا تجارب وشفت كتير يعني عشان اتعلم. جميله جدا. طب بتاخد وقت معاكي قد ايه يعني؟ بصي انا منظمه جدا يعني، منظمه جدا في شغلي يعني، كل حاجه لازم تكون جاهزه من قبلها، مثلا الورد في بوكسات بالالوان بس عليها. دي معموله لحد جاهز؟ دي بنتي والله. الف مبروك. الله يبارك فيك، لسه شهر واحد. لا بجد الف مبروك من حالا يعني، ربنا يتم بخير ان شاء الله باذن الله. ربنا يفرحك. تمام. فبتاخد، فبيبقى البوكسات فيها الورد، فيها الخشب بيكون اتقص الدهن اتعمل، يعني كل دي على مراحل، بحيث ان لما في اوردر بحاجه معينه انا عندي الخامات كلها موجوده، اقدر في فتره قصيره بسلم ده. فبجهز من قبلها بفتره. طب الاستاذه شيماء بقى عايزين اعرف التصاميم دي بتختاريها ازاي يعني؟ بصي التصاميم دي يعني في ناس بتطلب دي بتيجي دي بتبقى معلقه برضو كده، معلقه المانديلا دي معلقه بتتعلق على الحيطه. في ناس بتطلب حاجات معينه يعني، دي اول حاجه كنت عملتها لاني اتدربت عليها، دي كانت عندي حتى واحده في البيت. بس فعلا بتبقى تقيله، بتبقى تقيله. تقيله جدا، والدور اتقل كمان يعني، دور احنا شايفينها يعني. في ناس بتطلب بقى حاجات معينه يعني، في ناس بتاخد حاجات زي دي بتطلبها معينه يعني. حتى الحبال دي يعني هتلاقيها خامتها اقوى كمان من الحبال الثانيه. ما في دي خامه، دي خامه، دي خامه اللي هي بتاع الستاره المقرنية المصري دي، دي زي يعني هي خامات وستايلات، مش قطن بس. اللي هي الابيض ده قطن مصري برضو. الالوان دي قطن بس ايطالي. يعني خامات حتى في الايطالي ومصري. هي اللي لفت نظر الناس اصلا هي الخامات الملونه بقى يعني، هم كان بيعجبهم الحاجات جميل. اللي هي دي، وبعد كده الحاجات الملونه هي يعني لفتت نظر الناس اكتر يعني. طب عايزين الاستاذه سمر بقى يعني، يعني بتاخدي وقت قد ايه في قطعه فنيه لو في فرح يعني؟ فرح ازاي وخطوبه ازاي يعني؟ لو في فرح فعلا بتاخد مساحه كبيره او وقت كبير، ولا عادي ممكن يعني في وقت قصير ممكن تعمليها؟ طالما الخامات كلها متوفرة والأدوات اللي أنا هستخدمها وكده، ما بتاخدش مني وقت يعني، سواء دي أو دي الاثنين في نفس الحدود يعني. لو واحدة عروسة لا أنا عايزاها مش عارفة بكرة، في حاجات مرت عليا كده وتمام وسلمت بكرة، وفي حاجات في نفس اليوم. سبحان الله. في حاجات في نفس اليوم كمان بجد وتسلمت. ما شاء الله. بيبقى ظروف في وقت توقيت محدد، فأنا براعي ده كويس جدا يعني. وانت يا استاذه شيماء الحاجات الصغيره يعني، في حاجات كده مثلا يعني
في الاول كانت بتاخد بس انا حاسه ان هي حاجه صعبه. هي عقد لانها عقد بالايد وحبال، وبعدين في حاجات ببقى يعني رسماها عقل وايد يعني وعين، ببقى رسماها بشكل معين وبعدين الاقي العقد، والعقد لما اتعملت شكلها لا مش طالعه حلوه، بفك العقد تاني وابتدي اغير التشكيل نفسه بحيث انها تطلع في الاخر حاجه. كانت مهنه حباها ولا انت جات كده بظروفها حبيتيها يعني؟ بصي هو انا شغلي من صغرك انت حابه الموضوع. لا انا بقول لك انا كنت عامله شنط يعني، حتى بنتي كانت واخده شنطه صغننه كده بورتفي كده، عملت لها ايد عشان تبقى جراب للموبايل وحاجه صغننه كده. بقول لك انا كنت عاملاها وانا صغيره يعني، وانا قدها يعني صغننه، بس كنت اعرف عقده واحده، ما كنتش اعرف ان احنا ممكن نعمل بيها كل الحاجات دي. طب انت خدت كورسات عشان تتعلميها؟ يعني انا احب اشكر المدربات بتوعي ولاء ومروه، دول بنشكرهم يعني طبعا حاجه عظيمه. هم بجد هم يعني من الناس اللي شجعتني وبقينا اصحابي جدا واصحابي يعني، فهم اكتر حد لا يعني يقولي لي لا ده انت انا دعموكي بتدرب بقى اكتر انا يعني. كنت بتدرب معاهم عشان اعمل اطلع حاجه كده، يقولي لا انت ده من اول مره وبتطلعي حاجه كده، لا ده يعني شغل حاجه جميله يعني. طب عايزين نعرف الحاجات الجميله دي، عايزين نشوفها. انا ما بحبش اقعد عارفيني برضك. دي لتقديم الدبل تمام، جزع خشب والورد، والمكان بقى اللي هو فيه الورد ده اللي بيتعلق فيه الدبل، وفوق هنا ممكن اكتب التاريخ او الاسم، ومكان تمام. الجزع الفاضي ده بقى اللي بيتكتب فيه بقى جمله او حاجه بيطلبوها. بتعمليه شريط كده؟ لا على الجزع نفسه، على الجزع نفسه، على المكان الفاضي تمام ويتكتب عليه. طب التصميم تحفه. طب بتجيبي الماتيريال بتاعتك دي منين؟ في حاجات موجوده في المنصوره نفسها بجيبها، وفي حاجات بجيبها اونلاين ما تبقاش متوفره. بس هو موضوع الخامات مشكله شويه، لان المنصوره مش زي القاهره في الماتيريال، ان انا الاقي كل اللي انا عايزاه بالجوده او بدرجات الالوان بيبقى فيها مشكله شويه. لا وبرضك في صور مش عارفه يعني على برضو جزع خشب بس قصيته عشان يبقى اتنين مع بعض يعني. لا جميل برضك التاني اهوت، عايزين نوري دي بجد هديه تحفه يعني بجد جميله جدا. دي عندي للبيت، عايزين نقرب عليها. دي مين في البيت يعني؟ دي بتاعتنا، بتاعت البيت بجد. انا وزوجي يعني. وعامله بتاعتك اكبر من زوجك. لا 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 ده ديكوباج على الخشب بالصوره. لا جميله جدا، شكلها تحفه. سلامي حبيبتي، سلامي ايدك. عايزين برضو أستاذة شيماء يعني عرفيني. في معظم الخامات من الأزهر تمام. دلوقتي بقوا يعني لما الكورونا جت بقت الحاجات يعني نفس المحلات بتطلبيها منها الحاجة أونلاين يعني. هو حتى لما بقول له أنا عايزة لأ ألوان بيبعت لي صور، أو يعني أو الحاجات اللي فيها خرز أو كده بيبعت لي الصور بتاعتها، ويعني أنا أختار. لو حد بعت لك تصميم معين عايزة لا في ناس عملت لي حاجات كده يعني، في حاجات بس تحس إن أنت برضو بتلخفيني كده برضك، ولا بتشوفي التصميم ازاي؟ لا انا خلاص اي تصميم بقيت عارفه ان انا بشوف التصميم، بعرف العقد دي يعني اي عقده من العقد ومعموله كام يعني، متكرره كام مره مثلا، او متكرره باترن معين. فبعرف يعني اي شغل يعني حد بيبعته لي ببقى عارفه خلاص. انا يعني كنت في الاول بقول لك انا عارفه عقده واحده، لا دلوقتي اتعلمت العقد اللي موجوده من الكورس ومن النت، وابتديت بقى ابقى عارفه يعني اي قطع حد بيبعتها لي ببقى عارفه العقد المستخدمه، وممكن هو يعني بالتقدير كده بتستخدمي فيها حبال قد ايه عشان تتعمل. طب التصميم بقى بتاع المرجيحه ذات نفسه ممكن تاخدي فيه وقت قد ايه؟ بصي انا يعني انا ما عملتش، لان انا عندي المرجيحه في البيت بتاعتي. بس انا لا ما انت تعمليها لنا بقى يعني، لو طلبناها هنطلبها من حد تاني. لا طبعا. بصي ف يعني برضو بقى يعني بقيس الحبال اللي موجوده وحجم المرجيحه، لان في احجام مختلفه. وبتبتدي تحسبي الحبال بتاعتها بتتعمل يعني، عشان في عقد بتاخد حبال يعني في عقد برضو بتاخد حبال كتير، وفي عقد بتاخد يعني تبقى عقدتين ورا بعض عشان تطلع العقده الكامله شكلها كويس، فبتاخد حبال اقل يعني طول اقل. في برضو على حسب سمك الحبل بتاع المرجحه اكبر من ده يعني ضعف ده يمكن اللي انا شغاله بيه. وبتضبطي كذا حبل ببعض، فده برضو الطول بتاع الحبل ده برضو يعني بتحسبي الكميه. هو بيتشرى من الازهر بالكيلو يعني الحبال اللي هي دي مثلا دي 5 كيلو
دي حوالي 12 كيلو ما شاء الله. احنا بالكيلو دلوقتي لا هي بتتشري هي هو بيديها لك ملفوفه في شلات كده وانت بتفكيها يعني. بس هو بتشتريها بالكيلو، هو بيقول لك انت الحبال مثلا انا هتقول عايزه بتشتريها بالكيلو. بالكيلو بتشتريها بالكيلو بس هي بيقول لك انا بحسب بتبقى يعني زي الكروشيه كده بيبقى اللون معين وده لون معين. مريحه مثلا هحتاج فيها 250 متر حبال، سمكها مثلا 12 ملي، فهو بيقول لي دي هتبقى كذا كيلو. فهو بيبيعها وبيبيعها بالكيلو، هو ما بيبقاش عارف يعني، هو عارف الشله بتاعته فيها كام متر بس هو يقول لك انت قولي لي انت عايزه قد ايه وانا احسبها لك. طب الاستاذه سمر بقى انا عايزه برضك الحاجات اللي هي الجزع الخشب والحاجات دي بتجيبيها برضك ازاي؟ هي بتتباع بالسنتي يعني 10 سنتي 20 سنتي. لا 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 يبقى ده بالسنتي وده بالكيلو. لا لا بيبيعوها بالسنتي يعني بتتحسب سعرها وبتتباع بالسنتي، غالبا بتبقى اونلاين يعني برضو معظم الخامات اونلاين. هات يعني الحاجه دلوقتي بتبقى غاليه يعني، انا حاسه بتبقى الهاند ميد سعرها يعني. لا انا عندي حاجه مختلفه شويه. تمام عايزين نعرف برضو هوايه فالهوايه ما تتحول لكده برضو. لا انا عايزه هوايه اكتر كمان ساعه الكورونا يعني. هي كورونا عرفينا بقى والله ناس كتير موهوبه كلنا قعدنا في البيت فابتدينا نشتغل حاجه في البيت. انا كنت قاعده افتكرتي اكتر بس قعد وبناتي الاثنين في البيت انه ما فيش بقى مدرسه الجامعه خلاص فده كان حسيتي ان هم بيشجعوكي اكتر؟ طبعا هي اختي البدايه وبناتي وماما وبابا اخواتي اهلي كلهم بصراحه بنات عماتي كله ولاد عمامي بنشكرهم طبعا وربنا يخليهم لك دايما. طب مين اللي ساعدك برضك يا استاذه شيماء؟ بصي هو انا مني ان انا كنت بعمل الحاجات دي هوايه والناس اللي اشترت مني هم اصحابي ومعارفي وجيراني وكده فدول اللي قالوا لي لا طب نعمل صفحه حفزوكي بقى اكتر ان لا فعلا ده احنا عايزين نعمل معرض موهوب. احنا عايزين لا عايزين نعمل معرض بقى نعمل معرض مع بعض واحنا نحمل هم بيعملوا اكسسوارز مثلا احنا نعمل معرض مع فعلا بعض فعلا فكره جميله جدا اما كل حد مع بعضه يكون في مجمع مع بعضه مثلا يعملوا فكره ان لا هنعرض مثلا انا كذا وانت كذا وانت كذا فهتعملوا معرض جميل جدا فكره جميله. شغل هاند ميد بس حاجات مختلفه بالزبط. وكمان للشباب يعني دلوقتي بتحسي ان كل الشباب متجه للهاند ميد يعني في فكره دلوقتي ان لو حاجه عجبتني خلاص اونلاين وهجيبها بجد حاجات جميله وحاجات تحفه وتسلم ايديكم يعني جدا. بجد تسلم. جميله عايزه اعرف كل واحده طموحها ايه بالنسبه لحياتها المستقبليه كده يعني نبدا بالاستاذه سمر يعني ان البيج يكبر والشغل يوصل لعدد اكبر ان شاء الله باذن الله وان انا يعني احدث واجدد وابتكر فيه اكتر يعني واتقن اكتر كمان عشان يبقى شغل جميل ان شاء الله تستاهلي كل خير والاستاذه شيماء منورانا عرفينا برضو نفسك انا بس برضو نفسي الدنيا يعني الموضوع يتعرف ان الشغل المكرميه في ناس اصلا ما كانتش تعرف ان ده مكرميه فاكريني ان انا بشتغل الحاجات دي يعني في ناس حتى خدت مني الشغل فاكريني بشتغل بابره او يعني فعلا هي عقد لا عقد بتشتغل بايدك كل عقده بتقعدي تربطيها ويعني وحتى هي على حسب شده ايدك نفسها شده جميلة. ايدك نفسها بتطلع شكل العقده مختلف فبرضو يعني نفسي يبقى الموضوع يعني يتعرف والناس كلها تشوف الحاجات التراثيه الحلوه بتاعتنا اللي في مصر وان يبقى عندي ورشه بقى مكان كبير اشتغل فيه واشتغل في كل الحاجات الكبيره يعني ان شاء الله باذن الله اتمنى لكم كل خير باذن الله ان شاء الله اشوفكم على خير وان شاء الله نتجمع بقى مره ثانيه ان شاء الله اتشرفت والله وشرفتونا النهارده ربنا يخليك الفقره بتاعتنا خلصت وهسيبكم بقى مع الاستاذه صفا عثمان في فيديو صغير لتفسير رؤى عمرو دياب متشكره جدا ليكم وان شاء الله اشوفكم على خير في امان الله.